مستعدين نساندوا المعارك النضالية ديالكم وإلا خاصكم أي دعم احنا مستعدين. ورا النخبة المهندسين كتلقاهم باغيين يديروا لهم البطالة، فراهم التوصيات هادو ما وصلوهمش هما ولا وصلوهم غير حنايا ولا هما فهموها في شكل وحنا فهموها في شكل. ياك ما البطالة ديال المهندس هي مستقبل الشباب الزين اللي هم باغيين نوصلوا له. السلام عليكم، ندين اسماعيل طالب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة. اليوم ضمن هذا الاضراب عند الدراسة وهاد الوقفات، هاد السلسلة من الوقفات كرد فعل القرارات العشوائية اللي جات بها وزارة التعليم، ومن بين هاد القرارات واهمها هو الزيادة في العدد ديال المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، في ظل انه المدارس القدام ديال ليزانس القدام مازال ما عندهمش المواصفات والمؤهلات نتاع دراسه المهندس. دونك حنا بغينا نفتحوا واحد الحوار مع السيد الوزير باش نقدر الوضعيه ديالنا، باش ندخلوا نقراو وباش نوفروا هاد المواصفات في هاد ليزانس ديالنا من اجل تكوين مهندس الغد، وشكرا. السلام عليكم، محمود ازداد طالب بسنه رابعه في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه ونائب المنسق الوطني للمدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه. احنا اليوم درنا هذه الوقفه احتجاجيه ورحنا في اضراب لمده 3 ايام من البارحه 11/12/13 ضد القرارات العشوائيه اللي جات من الوزاره، ولا وهي انه يتزادوا جوج ديال ليزانسا، ومازال ليزانسا القدامين مازالين مأثرين، مازال ما عندهمش المستوى ديال انيكول دانجينيور. حنايا كنطالبوا باش انها تحسن الوضعيه في الريزو انسا، عاد اننا يمكننا نهضروا من بعد ونشوفوا شنو نقدروا نديروا. كما من ليزانسا اللي تزادوا من 2016 لهنايا مازال كاين انسا ما عندهاش حتى مقر، كاينين دي زينسا اللي ما عندهمش حتى اونفي. دونك كاينين واحد الخصاص مهول في لي ماتيريال ديال تي بي وديكشي في كاع لي زينسا. دونك حنايا ريزو، حنايا كنحاولوا اننا نطلعوا ريبيتاسيون ديال ليكول من هاد الاضرابات. ما كاين حتى شي واحد يبغي يدير اضراب وما يبغيش يقرا. حنايا منين شفنا راسنا تضررنا وزادوا هاد جوج ديال لي زينسا هي النقطه التي افادت الكاس، وشكرا.